السلام عليكم، رمضان مبارك، يدخل علينا بالصحة والهنا إن شاء الله. قبل ما نبدأ نهضر، أول شخص راح يمد لكم كلمة هي ماما. ياكم بزاف بزاف نلقى تعليقات تهضروا على ماما، تشكروا في ماما. اليوم حبيت أول كلمة راح تكون من ماما ليكم الكل مشتركات وكامل اليوتيوبرز. نخليكم مع كلمة ماما ومن بعد نحكي. السلام عليكم، مساء الخير عليكم البنات. انا ماما سهام ومريم وام رسلان، مطبخ التوام سهام ومريم. راني ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا وصحه رمضانكم، وربي يهنيكم ان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والهنا، وان شاء الله ربي يفرح كل وليه، ان شاء الله اللي ما جابتش الاولاد ربي يرزقها بالولاد، يعمر حجرها ان شاء الله بالولاد، واللي ما زوجتش ان شاء الله ربي يرزقها بولد الحلال، واللي ما عندوش الدار ربي ان شاء الله يعطي له ربي ان شاء الله يفرج عليه بسكنه، واللي في قلبه حاجه ربي يقضيها له في رمضان هذا ان شاء الله، وربي ان شاء الله يتقبل علينا ان شاء الله، نعقبوه كما نقولوا توبه وقرآن وإيمان، وربي يهني كل مؤمن، وربي يصفي القلوب على بعضها، وربي يهدي الناس اللي مش هديها ربي إن شاء الله ربي يهديها، وصحة رمضانكم مرة ثانية، وسلامي لكم جميعا تاع اليوتيوب اللي يعرفوا كما نقولوا أم رسلان وسهام ومريم وصحة رمضانكم والسلام عليكم. ماما عطاتكم كلمة ودعات إن شاء الله يتقبل منا ومنكم أجمعين. درك توأمي هي راح تزيد تقولكم كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل. نقولكم صحة رمضانكم، يفوت بعدين إن شاء الله بالصحة والهنا. كما تعرفوا الشهر هذا شهر العبادة، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر لأول هذا فرد الشهر، فرد الشهر دعيوا فيه، ديروا قيام الليل، ديروا ختموا المصحف على الأقل على الأقل على الأقل، لما ختمتوش ما نقولكمش أنا ثلاثة أربعة، اختموه فرد خطرة وتمنوا الشيء اللي بغيتوه بربي إن شاء الله يتحقق لكم كل أمنياتكم. وش حنقولكم، نعاود نقولكم رمضانكم مبروك، ربي إن شاء الله يفوت علينا بالصحة والهنا. وفي الاخر نقولكم ربي يرحم الموتى المسلمين ومالينا واهلنا اللي توفى، واللي حنا نعقبوا رمضان بلا بهم، ربي يرحمهم ويغفر لهم، صيام مقبول ان شاء الله. والان بنات راح يكون اسلام، راه يقول لكم صحه رمضانكم، صحه رمضانكم طاطواتي، العقوبه العام الجاي ان شاء الله. حنعيط لام رسلان. الو الو الو، صحة رمضانكم. صحة رمضانكم ان شاء الله يا ربي. اليوم انا مدايره فيديو، سبقاتك ماما وسبقاتك مريم، عيطت لك نقول لك صحة رمضانك، وبغيتك تقولي كلمه لمشتركاتنا. نقولهم صحة رمضانكم، ندخل علينا بالصحه والهنا، ربي يعيننا على الصيام وربي يتقبل علينا، رمضان كريم وعواشركم بروكه. امين يا ربي. هذا ما كان. زيدي فوتي رحمه تقول لهم كلمه. يا رحمه قولي كلمه لمشتركاتنا الغالبات رحمه تتعشى. الو صحه رمضانكم. صحه رمضانكم، مش تقولي المشتركات مشتركاتنا رحمه؟ خلاص هذه هي اختي ما تهضرش بزاف. هيا صحه رمضانكم وتصبحوا على خير وصحه سحوركم. هاي في امان الله. بعد ما هضرنا مع ام رسلان وماما ومريم، ما بقى لي غير نقول لكم سمحوا لي على طول الغياب، سواء انا ولا مريم ولا ام رسلان، لانه صدقوني الظروف
اقوى منا. يعني رانا في واحد الضغط فتنا على بيريود ربي لي عالم بها، على هذا كل شيء قاعد اخر لحظه، حتى بالفيديوهات تاع التنظيف كل شيء قاعد على اخر لحظه. انا على طبيعتي والحاجه عادي ما عنديش مشكل، يعني انا مديرتكم كي عائلتي عادي، صح فيديوهات لاطار بصح في الحقيقه صح صح هذاك هو البيريود اللي درنا فيه ميناج ودنا الظروف ربي لي عالم بها. كيما نقولوا الشكوى لغير الله ما ضل. في الاخير شو نقول لخواتاتي، رمضان كريم ان شاء الله، كل شخص بعيد ربي يقربه، وكل وحده محرومه من ذريه الصالحه ربي عمر حجرها ان شاء الله، وكل شخص مريض ربي يشافيه ويعافيه في اقرب وقت، بالخصوص كل الموتى اللي ماتوا نقول لهم ربي يرحمكم. جدي اول رمضان راح نفوتوه بلا بيه، نقول ربي يرحمك جدي العزيز وربي يغفر لك وربي يثبتك وربي يرحمك. هذا ما كان نقول رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم كمرتبة اولى لكل المشتركين والمشتركات، يا اعز واغلى ناس كسبناها في هذا الدنيا، لانه صعيب باش تكسبي ناس بهذا الكم الهائل. وثانيا نقول رمضان كريم لكل زملائي اليوتيوبرز كامل 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 بدون استثناء، رمضان كريم ونخليكم ان شاء الله ان شاء الله ربي يلاقينا ربي يلاقينا كامل، غير في الخير غير في الكلمه الطيبه غير في المحبه، وربي يحببنا في بعضنا وربي ينقص النفاق وينقص النميمه، وهذه هي رمضان كريم. نخليكم في أمل. السلام عليكم.